بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. بالنسبة للسؤال اللي قدامكم ده، انا هاخده كده وهنعمل له تحليل تاني ونشوف هو عامل ازاي بالظبط. خلاص، ولكن قبل كده ما ندخل على هذا السؤال يعني، خلاص، فانا من رأيي حاجة، من رأيي كده نروح لبرنامج الوورد، خلاص، ونكتب مثلا يعني I love SEO مثلا، تمام؟ طيب دلوقتي فكرة الإتريتور ايه؟ فكرة الإتريتور بمنتهى البساطة، اوكي، اهو، ان انا عندي كارسر كده، شايفين اللي بينور وبيت فيه ده، لما اجي اقول نيكست خلاص، فهو هيبقى واقف وقدامه مين؟ وقدامه حرف ال L، صح كده؟ طب انا لما اجي احذف، لو عملت باك سبيس، هو هيحذف اللي وراه ولا هيحذف اللي قدامه؟ لا، هيحذف اللي وراه. بصوا، تمام، فاحنا نثبت بس الفكر ده، خلاص، ما علينا من اي شروحات فات، خلاص كده يعني. ممكن مثلا في الجزئيه بتاعت المراجعه اللي انا قلتها ديت، ممكن اكون انا عشان كنت بشرح بسرعه فممكن كان فيها لخبطه، بس احنا ناخد الكونسبت ده دلوقتي ونثبت المعلومه دي دلوقتي، وده اللي قلته في الدروس، تمام. يبقى اذا انا اهو واقف هنا، الكيرسور اهو، مشيت نيكست، فلما اجي احذف، هحذف اللي قدام الكيرسور ولا اللي وراه؟ لا، احذف اللي وراه. طيب عايزين دليل على هذا الكلام، خلاص، هنعمله ازاي الدليل ده؟ بمنتهى البساطة كده، انا روحت اهو حطيت الدي والاتش والار والتي، خلاص كده. طيب ركزوا معايا بس من فضلكم، انا دلوقتي لو قلت له لو سمحت روح خطوة لقدام، تمام، واطبع، فلما يروح خطوة لقدام ويطبع، هيطبع لي اللي وراه ولا اللي قدامه؟ لا، بصوا بقى، هيطبع ايه؟ ها، هيطبع اللي وراه، هيطبع اللي وراه، يعني هو طبع اللي وراه وهيحذف اللي وراه. طب عايزين دليل على هذا الكلام، تعالوا نتفرج. انا جيت قلت له دلوقتي iterator dot next، فهو هيمشي خطوه لقدام، يعني الكيرسور هيبقى قدام الدي، وقلت له بعد كده روح احذف، روح احذف، فهيروح جاي راجع واحده لورا، تمام، هيروح جاي رايح واحده لورا، فمعنى كده هيحذف مين؟ هيحذف حرف الدي. يعني اللي هيتبقى دلوقتي بالنسبه لنا ايه؟ اللي هيتبقى اتش وار وتي. يبقى احنا كده في الحذف، تمام، بيحذف اللي وراه. عايزين نعرف في الاضافه بقى، يا ترى في الاضافه بيضيف قدامه ولا بيضيف وراه؟ هو ده السؤال. بمعنى اخر، ركزوا معايا كده من فضلكم، هنجيب ملف الوورد ده، تمام، وهنعمل اهو A B C D E F G H، تمام، انا واقف الكرسر اهو، رحت جاي مشيت خطوه لقدام، خلاص كده. عايز اضيف حرف السي، لو ضفت حرف السي هتضاف، او عايز اضيف مثلا حرف التي، هتضاف ورا الكيرسر ولا قدامه؟ بصوا، تي اضافت ورا الكيرسر، خلاص كده، اضافت ورا الكيرسر. تاني اهو، هضيف حرف التي، فهي يا اما هتضاف ورا الكيرسر يا اما قدام الكيرسر، تمام، فانا هدوس على حرف التي والكيرسر هيفضل محتفظ بايه؟ بمكانه، خلاص كده، تمام. طب عايزين نتأكد من هذا الكلام، حاضر، انا قلت له دلوقتي iterator dot next، انا عندي dhrt، تمام، هننفذ الكلام ده عملي، dhrt اهو، dhrt، خلاص، وادي الكرسر واقف هنا، قلت له next، تمام، وعايز اضيف مثلا x، فلما اضيف x، خلاص، فالمفروض الكيرسر هيبقى مكانه فين؟ هو ده اللي احنا عايزين نكتشفه، تمام. انا قلت له iterator dot next، وبعد كده هقول له iterator dot add، روح ضيف لي مين؟ الاكس، خلاص. طيب لو انا دلوقتي قلت له بقى لو سمحت هات لي الiterator dot next، هو دلوقتي الiterator النكست بتاعه بمين؟ تفتكروا هيعمل ايه؟ النكست بتاعه هيبقى ب اتش، تعالوا كده نتاكد، بصوا اهو، النكست بتاعته ب اتش، اوكي كده يا جماعه، تمام. يبقى اذا هو بيضيف ورا الكرسر،
خلي بالكم من المعلومة دي. يبقى إذن في الحذف هيحذف اللي وراه، وفي الإضافة هضيف وراه، يبقى كلمة السر وراه. خلصنا؟ خلصنا. يلا بينا بقى ننفذ العملية أو السؤال اللي هو جايبه لنا ده، ونشوف الفكرة بتاعته عاملة إزاي. تمام؟ هنعملها كده وبعد كده هنروح نعملها عملي. خلاص؟ طيب هنروح كده ونكتب بقى، عندنا الدي والاتش والار والتي. خلاص كده؟ حلو؟ حلو جدا الكلام ده، رائع. طيب قال له اتريتور دوت نيكست، طبعا الاتريتور كان واقف هنا اهو، قال له اتريتور دوت نيكست، فيروح جاي ماشي خطوه قدام. تمام؟ ونحذف ده، ويبقى احنا كده عملنا اول واحده. بعد كده قال له اتريتور دوت نيكست، فاذا هنحذف ده والاتريتور هيبقى هنا. خلاص؟ وبعد كده قال له لو سمحت حط لي اف، الاف هتتحط فين؟ هتتحط ورا الاتريتور بعد الاتش. تمام كده؟ فمعنى كده ان انا هيبقى عندي دي واتش، وبعد كده عندي اف، صح كده؟ وبعد كده عندي ار، وبعد كده عندي تي. حلو جدا. الاتريتور فين؟ ها الاتريتور مازال ورا الار اهو. حلو قوي الكلام ده. كده قال له حط لي كيو، الكيو هيتحط فين؟ هيتحط ورا الكرسر اهو. تمام؟ يعني معنى كده هيبقى عندي دي اتش اف، وبعد كده كيو، وبعد كده الكرسر، وبعد كده الار، وبعد كده تي. ادي الكرسر هنا اهو. تمام؟ حلو قوي. خلصنا ده وخلصنا ده. وبعد كده قال له اتريتور دوت نيكست، فمعنى كده الكرسر ايه اللي هيحصل؟ هيمشي واحده قدام، فهروح وامسحه اهو. اوكي، وهروح وامشي الكرسر هنا الحته دي كده. خلاص. وبعد كده اتريتور دوت ريموف، طب هو كده هيحذف ايه يا جماعه؟ ها المفروض ان هو هيحذف اللي وراه، صح كده؟ فالمفروض لما يجي يحذف اللي وراه هيحذف مين؟ هيحذف حرف الار. تمام؟ هيحذف حرف الار، وهيبقى واقف فين؟ وهيبقى واقف مكانه كده اهو. تمام؟ فمعنى كده ان انا الناتج بتاعي النهائي لازم يبقى دي اتش اف كيو تي. هنا بيقول لك بقى ان الناتج هيبقى دي اتش اف كيو ار تي، لا الار ديت للاسف هتتحذف. طب ما احنا نعمل بقى هذا الكلام عملي ونشوف ايه اللي هيحصل. اوكي؟ اوكي جدا. طيب تعالوا كده نمشي بقى معاها ستيب باي ستيب ونشوف هيحصل ايه. اول حاجه قال له اتريتور دوت نيكست، تمام؟ انا حطيت الدي والاتش والار والتي، قلنا له اتريتور دوت نيكست. تمام؟ وبعد كده اتريتور دوت نيكست كمان. تمام؟ وبعد كده قال له اتريتور دوت اد مين؟ حط لي الاف. وبعد كده اتريتور دوت اد حط لي مين؟ ادي الاف وادي الكيو. اوكي؟ وبعد كده اتريتور دوت نيكست، واخيرا اتريتور دوت ريموف. تمام؟ شيل بس ديت كده، وتعالوا نشوف هيطلع ايه في الاخر، هو ده اللي يهمني دلوقتي. تمام؟ اهو ران فايل طلع لي دي اتش اف كيو تي، اللي هي دي اتش اف كيو تي. يبقى احنا نمشي بنفس الكونسبت اللي انا حكيت لكم عليه بالظبط. تمام؟ ننسى بقى اي حاجه فاتت، حتى لو كان في اخطاء ماضيه او اي حاجه ننساها خالص، نركز بس في اللي انا قلت لكم دلوقتي. يبقى كلمه السر بتاعت الاتريتور ايه؟ اللي وراه. كل حاجه هو هيحذف اللي وراه. لما نيجي نحط حاجه، ها هنحط، تمام؟ وبعد ما نحط خلاص سوري، لما نيجي نحط حاجه بنحطها قبل الاتريتور وبيفضل مكانه. اوكي؟ طب انا قلت لكم من شويه هو الاتريتور دلوقتي النيكست بتاعته هتبقى مين؟ اكيد حرف التي. تعالوا كده نتاكد اهو، ران فايل طلع فعلا ان النيكست بتاعته حرف التي. خلاص.
ولو جيت عملت ريموف كمان هيروح يحذف مين؟ ما هي اللي وراه مين؟ ها اللي وراه كيو صح؟ يعني لو جيت وقلت له هنا iterator dot remove كمان مره تمام، واجي اعمل run file هيقع. خلي بالكم عشان ده كان سؤال قبل كده موجود، ما ينفعش اعمل double remove ورا بعض. خلاص حبيت انا اجيبها لكم كده، يمكن تجيلكم بكره. خلاص اتفقنا طبعا. كده يبقى احنا حلينا مشكله الايتريتور. كلمه السر خليكم فاكرين اللي ورا، فاكرين كلمه السر بتاعت الانفكس والبريفكس ان احنا نحولهم، ما ينفعش حاجه صغيره تيجي بعد حاجه كبيره، فاكرين؟ فنحفظ بس الكلمات دي وان شاء الله الموضوع سهل وبالتوفيق يا رب.